بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة الأنعام يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة في ألواح، وبنو إسرائيل رأوا هذه الألواح وسقطت من يد موسى وكسرت ولمسوها بأيديهم، وبالرغم من ذلك لم يدخل هذا في قلوبهم دخول اليقين. فالذي يريد أن يعترض على الوحي والذي يريد أن ينكر النبوة لا يقف عند المعجزة، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة تترى، وكان يقول: كيف تكفرون وأنا فيكم؟ ومعدود له صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 معجزة، وكل المعجزات التي أتت لنبي من أنبياء الله عبر التاريخ ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأزيد من ذلك، فقد اختص بمعجزات لم تكن للأنبياء من قبل، وأغلب هذه المعجزات شاهدها البشر، ومنها من عرف آثارها وإن لم يشاهدوها. وبالرغم من ذلك فإنهم لم يؤمنوا، وطلب بعضهم: أين هذا الكتاب الذي تتكلم عنه؟ والكتاب في عرفنا شيء ملموس. فرد عليهم ربنا سبحانه وتعالى على أنه لو أنزل هذا الوحي ليس عن طريق الملك أو الحديث الذي يحدثه الله لنبيه أو عن طريق الوحي المباشر، وأنه أنزل ذلك في أوراق مكتوبة وفي كتاب ملموس لكفروا أيضا، فإن القضية ليست قضية الاعتماد على المعجزة، إنما القضية هي هداية الله سبحانه وتعالى وفتح القلوب حتى تستوعب هذه المعجزة وحتى تصدق بأمر الله سبحانه وتعالى. هي استعمال العقل، هي التقوى التي يريدها الإنسان والتي يخاف أن يغضب ربه ويريد رضاه. لك العتب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه هي القضية. القضية ليست قضية خوارق للعادات، حتى ولو كانت خوارق العادات موجودة تثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإسلام لم يرد أن يعتمد على المعجزة الحسية الخارقة، بل إنه هذه المعجزات أسست الجيل الأول وجعلت الناس تدخل في دين الله أفواجا، ثم بعد ذلك لم يعتمد المسلمون في نشر دعوتهم على ذلك، بل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكانت الموعظة الحسنة وكان الجدال الحسن، ولم يكن الاعتماد على المعجزة. وبعضهم تمادى إلى أن أنكر المعجزات، وهو خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن الأنبياء، قد جرت على يده المعجزات، فسبح الحصى بين يديه وحن إليه الجزع حتى احتضنه فسكن، وتكلمت له الدواب، وكان مستجاب الدعاء، بحيث أنه إذا رفع يده إلى السماء يدعو بالاستسقاء مثلا هطل المطر قبل أن تنزل يده، وكان إذا دعا ربه استجاب وهو حي. وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فقال مثلا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد،
فلم يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولو من الطوائف الضالة المضلة الخارجة عن الإسلام من المنتمين إلى الإسلام. فالسبائية عبدت سيدنا علي وهلكت وذهبت في مزبلة التاريخ ومقبرة التاريخ. وهناك من عبد الحاكم بأمر الله الفاطمي، وهناك من عبد البهاء وخرج عن الإسلام، إلا أنه لم يعبد واحد قط ولو على سبيل الإصابة بالجنون في عقله سيدنا محمد بن عبد الله. طب بالله العلي العظيم إنها معجزة، يعني كيف يعني؟ يعني ضلت الفرق الإسلامية بكل أنواع الضلال إلا هذا، فكان مستجاب الدعاء. أليست هذه معجزة؟ هي معجزة. وربنا سبحانه وتعالى يؤسس بهذه الآية طريق الدعوة، وأنه طريق يخاطب العقل ويخاطب القلب ويخاطب مصالح الناس ويخاطب وجدانهم ويخاطب مقاصد الشريعة فيهم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا بسيطا إن هذا إلا سحر مبين. خلاص، ما دام في خارقة أخرى من الخوارق سببها السحر، والسحر حق وموجود، سينسبون إليه هذه الخارقة من خوارق العادات. فهذه الآية تؤسس لطريق الدعوة، وأنه ليس مبنيا على الاستدلال بالمعجزات. ولو أن أحدا من الناس أنكر كل المعجزات فإنه يكون مكلفا تكليفا تاما بالإسلام وبالإيمان بالإسلام، لأن الحجة ليس ستكون قاصرة على خارقة من خوارق العادات لم يرها، ولكن هو مأمور أن يتفكر. هناك معجزة نبي ورسول وهناك معجزة رسالة. معجزة النبي هي تلك التي جرت على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم مما شاهدها أصحابه الكرام والناس من حوله، وهي مقيدة بالزمن، فهي داخل زمنه صلى الله عليه وسلم. وهناك معجزة رسالة وهي منفتحة تتجاوز الزمان والمكان وتتجاوز الأشخاص والأحوال وتتعدى كل ذلك إلى يوم الدين. ولأن الإسلام هو خاتم الرسالات، ولأن النبي كان خاتم الرسل، ولأن هذا الدين باق إلى يوم الدين، ولأنه نسق مفتوح يدعو العالمين إليه، يعني 6 مليار بنخاطبهم بنقول لهم نحن ندعو الله أن تكونوا مسلمين، فهذه رسالة الله وليست رسالتنا، ولذلك نريد من العالمين أن يكونوا مسلمين، نسق مفتوح، بخلاف أديان أخرى قصرت شأنها على أولادها وأبنائها وليس هناك ما يزيد على ذلك. فمعجزة الرسالة هي القرآن، والقرآن حتى تدرك إعجازه تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى قلب مفتوح.